يا الله يا رب. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باقي دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني سنمر عن سؤال لأحد الإخوان. السؤال مركب، يعني هو وضع يمكن مجموعة أسئلة في سؤال واحد. سنحاول قدر الإمكان أن نوضح، لأنه يعني أصبحنا في وقت نتكلم في أمور كأنها من صلب الدين، من صلب إيش؟ الشريعة، ونمشي عليها، وفي أمور من صلب الدين نسيناها أو تجاهلناها. نمر على السؤال إن شاء الله ونعقب قليلا قليلا، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذكر. يسأل السائل ويقول: هل تدل كل هذه البراكين والزلازل على قرب النجم الثاقب الذي سيهلك فيه عاد الثاني، أو ستهلك فيه عاد الثاني، ومعه آية الدخان، بناء على أن نتنياهو هو آخر ملوك اليهود، وأنه كما قالت اليهودية العراقية بأن حكم اليهود في فلسطين عمره 76 عام؟ طبعا يعني زي ما احنا شايفين كم من الأسئلة، وهذه الأسئلة كأنها حقائق، توضع كأنها حقائق. دعونا قليلا قليلا إخواني نمر على هذا السؤال حتى نستفيد بإذن الله. أول شيء نتكلم عن الزلازل والبراكين. نأتي ابتداء على حديث من أحاديث البخاري، جاء فيه: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، الهرج يعني القتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. هذا حديث ايش؟ صحيح. وهذا الحديث يعني يتكلم عن الزلازل، ويقول ان الزلازل ستكثر. وفي الحديث: متى ستكثر الزلازل؟ طلعوا نعيد وننبه: لا تقوم الساعة، لا تقوم ايش؟ الساعة. يعني الرابط في الحديث ما بين ايش وبين ايش؟ ما بين الساعة وما بين الزلازل. هلا وللأسف يعني كثير من الناس، مع انه وضحناها اكثر من مرة، يلبس عليها وتخلط ما بين الساعة وما بين آخر الزمان، ما بين الساعة وما بين آخر الزمان. نوضح إخواني ونذكر مرة أخرى الفرق ما بين الساعة وما بين آخر الزمان. الساعة هي يعني نهاية الزمان، وفيها تقوم، نقول إيش؟ الساعة، بمقصد القيامة، يعني القيامة تقوم إمتى؟ في وقت الساعة، دلالة على أن الساعة إيش؟ هي آخر مراحل الزمان كلها، آخر مراحل الزمان كلها، وليس جزء من ما نسميه مرحلة الوعد الحق، مرحلة الوعد الحق الذي تكلمنا عنه والذي نعيشه حاليا. فهذه الساعة، هذا الحديث إيش بربط؟
بلبط الزلازل مع ايش؟ مع الساعة. هلا احنا في اي فترة من الزمان؟ في منطقة وسطية اسمها اخر الزمان وليس الساعة. نذكر اخوان، تكلمنا انه المراحل قسمناها في من بداية الدولة الاسلامية، من بداية خلافة او نبوة، قسمنا المنطقة الزمنية الى ثلاثة اقسام. قلنا الساعة الصغرى او علامات الساعة او امارات الساعة الصغرى، قلنا امارات الساعة الكبرى، قلنا ما بينهما ايش سميناه؟ الوعد الحق او اخر الزمان. ليه سميناه اخر الزمان؟ لانه الله سبحانه وتعالى قال فاذا جاء وعد الاخرة. يعني كلمة الاخرة هون من فين جبناها؟ من كلام الله، ان هذا الوعد ايش هو؟ وعد ايش؟ الاخرة، يعني وعد اخر تقريبا، مش الزمان، تقريبا حياة المسلمين. حياة المسلمين يعني نقترب من نهاية حياة المسلمين. فهذا المرحلة الوسطية في ما بين الصغرى والكبرى هي أكبر علامة على إيش؟ على أنه المسلمين دورهم بدأ ينتهي في هذه الدنيا. وفي هذه المرحلة في آخر حياة الدولة الإسلامية هناك وعد حق من الله سبحانه وتعالى، إنه شو يسوي؟ أن تزول في دولة بني إسرائيل الثانية، أن يهبط في علم دولة بني إسرائيل الثاني. سبحانه وتعالى شو بقول؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض إيش؟ مرتين. نتكلم عن مرتين. وقال فإذا جاء وعد أولاهما، بعدين شو قال؟ فإذا جاء وعد الآخرة، ما قال الثانية. يعني الثانية شو هي؟ الأخيرة. الثانية هي الأخيرة. فهذا الوعد الثاني بمعنى الأخير، وهو قريب من نهاية حياة المسلمين. وليش قريب من نهاية حياة المسلمين إخواني؟ لأنه على ما يبدو في الترتيب الرباني إنه دولة بني إسرائيل وهي آخر يعني الدول التي ستصاحب المسلمين في فسادها في الأرض، والله سبحانه وتعالى سيعطيها الفرص الكثيرة حتى يحق عليها البينة، ولن يبقى لها أعذار عند الله سبحانه وتعالى. فيجب أن ننتبه إخواني، هناك الفرق ما بين الساعة. يعني إذا احنا قرأنا حديث يتكلم عن الساعة، أعطيكم مثال. مثلا انحصار جبل عن الذهب، مع إيش مربوط؟ مع الساعة. فلا أستطيع أن أضعه في مرحلة من إيش؟ في آخر الزمان. بقدرش أرتبه في آخر الزمان، لأنه قد يكون في آخر الزمان وقد يكون بعد آخر الزمان، قد يكون في علامات الساعة الكبرى. فلا أستطيع أن أعلم أين موضعه. هلا أحاديث كثرة الزلازل أين ربطت؟ ربطت مع الساعة، لأنه هناك حديث آخر يربط الزلازل بإيش؟ بآخر الزمان. يعني بالإجمال نقول إيش؟ الزلازل مربوطة مع إيش؟ مع الساعة. ولكن نقرأ حديث آخر إخواني، وهذا الحديث يعني مذكور في صحيح أبو داود، حدث فيه أحمد بن صالح، حدثنا أسد بن موسى. المهم يعني أترك السلسلة، أنه نزل علي عبد الله بن حوالة، بن حوالة المعروف بن حوالة الأزدي، فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا، فرجعنا فلم نغنم شيئا. وعرف الجهد في وجوهنا، يعني شاف في إيش؟ وجوههم التعب الجهد. فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها، ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. ثم وضع يده على رأسي، أو قال على هامتي. يعني أبو حوالة يتكلم، شو بقول؟ إن الرسول وضع يده على هامة أبو حوالة، ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. يعني هذا الحديث إيش بربط؟ بربط إنه اقتراب الزلازل مع إيش بيجي؟
مع نزول أو حلول الخلاف في بيت المقدس. يعني هذا الحديث شو بنفهم؟ إنه الزلازل قبل الخلافة ولا بعد الخلافة؟ بعد الخلافة. إذا نزلت الخلافة بيت فقد دنت إيش؟ الزلازل. يعني بعد حلول الخلافة شو ما بدنا نشوف؟ نشوف الزلازل. من الزلازل أو صفة الزلازل إمتان؟ بعد حلول الخلافة في بيت المقدس. معناه ما ذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام زلازل وأمور عظام وبلابل إمتان؟ قبل حلول الخلافة. الزلازل والبلابل والأمور العظام ربطها صلى الله عليه وسلم بعد إيش؟ بعد حلول الخلافة في بيت المقدس. وهون إخوان لابد أن نبين معنى بالزلازل. شو العلامة يعني؟ هلا شوي شوي إن شاء الله، خليك معنا إن شاء الله، احلم علي. أنا يعني هاي من نعم. يعني واضح جدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما ستتداول الناس في آخر الزمان. إيش إحنا هلا عمالوا بنقول؟ هلا وللأسف يعني هناك شريحة كبيرة كل يوم تترصد إيش؟ الزلازل. كل يوم بدخل على موقع الانترنت شو بشوف؟ شو الزلازل وايش وبراكين صارت، ومباشرة ما ان يرى زلزال شو بقول؟ اقتربت الخلافة. هون الحديث شو بيحكي لك؟ بقول لك اذا انت فعليا بدك تشوف الزلازل انت راح تشوفها بعد الخلافة مش قبل الخلافة. عشان هيك ما في معنى انك انت تراقب الزلازل امتان؟ قبل الخلافة. بعد ما تحل الخلافة إذا أنت بدك تشوف قديش اقتربت الساعة اطلع على وتيرة الزلازل. أما إذا أنت راقبت الزلازل قبل حلول الخلافة ما في لها أي يعني علاقة ورابط بإيش؟ بالخلافة. فنذكر إخوان يعني الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن حوالة وشو قال له؟ إذا رأيت الخلافة حلت أو نزلت ببيت المقدس فقد اقتربت ايش؟ الزلازل. يعني الخلافة تحل في بيت المقدس امتى؟ قبل الزلازل. وحلول الخلافة يعني معناه انه اقتربت الزلازل. اقتربت انه احنا نشوف الزلازل والبلابل والامور العظام. وهي بدنا ننتبه. الزلازل والبلابل والامور العظام شيء والملاحم شيء اخر. انتبهوا. الملاحم شو مالها؟ شيء اخر. الملاحم لما نيجي لأحاديث الملاحم راح نشوف الملاحم منتشرة قبل الخلافة وموجودة من قبل الخلافة وستستمر مع الخلافة وقليلا بعد الخلافة. وقليلا. لا يفيد هذا الحديث اقتران قيام الخلافة المهدية مع الزلازل والبلابل والأمور العظام، تكون مرتبطة مع بعض، مقترنة مع بعض. لا هي إذا قامت الخلافة هي منقدر الزلازل والبلابل والأمور العظام. نعم. لا تيجي مع بعض. مش مع بعض، مش مع بعض. دنت شو معنى دنت؟ شو معناها؟ من الخلافة موجودة ولسه الزلازل مش موجودة، مظبوط؟ ولكن اقتربت. قديش مقدار القرب لا نعلم. شو بتفيدنا؟ بتفيدنا إنه لحلول الخلافة الزلازل شو مالها؟ ما لها علاقة، الزلازل ما لها علاقة بالخلافة. هلا بعد ما تحل الخلافة شو بتبدأ؟ بتبدأ فترة الزلازل. شو في 40 سنة؟ نعم 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 نعم. هلا نيجي هون بالضبط. هلا نيجي لهون لشيء اخر يعني يلبس على الناس، كلمه القرب. كلمه ايش؟ القرب. لما نقول مثلا انه وترونه بعيدا ونراه قريبا مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال، او لما على سبيل المثال احد الاحاديث يتكلم عن مراحل معينه في الخلافة، انه حياة امة الاسلام نبوة، بعدين شو بيجي عندك خلافة راشدة، بعدين حكم ايش؟ عاد، بعدين حكم جبري، بعدين خلافة على منهج النبوة. هلا اذا احنا على سبيل المثال في كنا امتان في وقت النبوة وسمعنا هذا الحديث، بسألك يعني انت انسى هلا انت موجود بعد 1500 سنة 1400 سنة، اعتبر حالك فين موجود؟ في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعت هذا الحديث،
باجي بسألك قديش بتعتقد راح يكون في وقت عشان نشوف الحكم العاض والحكم الجبري؟ شو بتقول لي؟ يمكن 200 سنة 300 سنة، مزبوط ولا لا؟ هذا التقدير البشري، التقدير البشري انه بيشوف الشغلات بايش؟ من منظور القرب، لما يكون في حديث يتكلم عن شيء بفكره بكره بده يصير، بفكره ايش؟ بكره بده يصير. ولكن الزمان نذكر كمان مرة أخرى، أعطيكم مثال عشان نعرف معنى الزمان في الشرع من ناحية شرعية، من ناحية قرآنية. أول شيء نأخذ كلمة اليوم، كم يساوي اليوم في القرآن؟ ألف سنة من اليوم اللي أراد 50,000 سنة، أو يوم العاد، أو يوم المعراج، لكثنا يوما او بعض يوم 399، او كمان اعطاني كمان يوم في القران، الله يجزيك الخير، يعني في ايام في القران. طيب كل يوم هو في شان، قديش مقدار اليوم؟ قديش يتغير امر، يعني قديش وقت بتغير شيء في الكون؟ كل ثانية. كل جزء من 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 مليار الثانيه بتغير شيء، مضبوط ولا لا؟ تسماه سبحانه وتعالى يوم، يعني قديش المقدار المتناهي في الصغر شو سماه سبحانه وتعالى يوم. طيب ونسينا يوم الخلق، وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، السماوات والأرض في 6 أيام، وكان عرشه على الماء، خلق الأرض، قل أنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، مضبوط ولا لا؟ هذا شو بنسميه يوم الخلق؟ قديش مقدار يوم الخلق؟ 2500 مليون سنة. هذا يوم، فمعناه في يوم عندك 2500 مليون سنة، في عندك يوم 50,000 سنة، في عندك يوم 2000,000 سنة، في عندك يوم عادي 24 ساعة، في عندك يوم جزء بسيط من الثانية. نعم مزبوط ولا لا؟ شو معناه؟ طب شو الفرق بين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي وبين هاي الأيام؟ إذا إحنا بدنا نقيس عنا شو منقول؟ في فرق، بس عند الله ما في فرق. يعني هذا الجزء المتناهي من الزمن مع ال 2500 مليون سنة عند الله إيش؟ نفس الشيء. فعند الله لازم نفس الشيء. فالله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الأزمنة بطريقة هو يراها. يعني أعطيكم مثال، يعني لما نأتي لمرحلة نزول آدم إلى الأرض، لما أجى آدم ينزل الأرض، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا أنت الحكي في السماوات قبل ما ينزل الأرض، مباشرة سؤال أن تقولوا أيمتا؟ يوم القيامة. أيمتا يوم القيامة؟ يعني نزلوا على الأرض مر الزمن كله وقامت القيامة ودخلوا في يوم البعث والمعراج والحساب، وفين صاروا؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني قديش الله سبحانه وتعالى من فين انتقل زمنيا؟ انتقل زمنيا من الخطاب في السماوات إلى الخطاب عند الرجعة إلى السماوات، مضبوط ولا لا؟ شو معناه؟ معناه عند الله سبحانه وتعالى كل هاي الحياة شو مالها؟ ما انحسبتش. كل الحياة اللي نزلناها ما انحسبت، ما في لها قيمة. أعطيكم مثال، لما نقول مالك يوم الدين، طب نسأل والدنيا أليست من ملك الله سبحانه وتعالى؟ أليست الدنيا من ملك الله؟ طب ليش بذكرها سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين؟ لأنه في المقارنة في الأهمية ما بين الدنيا ويوم الدين، شو بيصير في الدنيا؟ لا شيء، تسقط الدنيا كلها. فيقول سبحانه وتعالى بيقفز عن الدنيا، شو بقول؟ مالك يوم الدين، بيقفز عن هاي الدنيا كلها. هاي الدنيا ما في لها قيمة، في ايش؟ في المقارنة مع الآخرة. يعني بدكم تنتبهوا على شيء مهم في القرآن الكريم، أينما ذكرت البدايات ربطت بها ايش؟ النهايات. يعني لما الله سبحانه وتعالى يتكلم عن خلق السماوات والأرض، دائما لاحظوا مباشرة فيها شو بتلاقي؟ ربط مع يوم القيامة والحساب والعقاب والعذاب والنهاية. دائما النهاية مربوطة مع ايش؟ مع البداية. لكن نقول اخواني،
لا يجوز لي كإنسان مسلم أني أنا أقول كون الحديث سبحانه وتعالى لما يقول اقتربت شنو أجي أقول 40 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة. طب ما أدراني ما أدراني. في حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن البرهة. برهة البرهة صار الناس يحسبوها ويقول لك ما بين العائد الأول والعائد الثاني في برهة زمنية نقدر نسوي لها حسابات. حسبوها 40 سنة. طب من فين حسبناها 40 سنة؟ لما تأخر شوي شو قالوا؟ قالوا البرهة 41 سنة. لما تأخر شوي شو قالوا؟ 42 بعدين 43. شو صاروا يزيدوا سنة سنة؟ ليه؟ لأنهم بدهم يفصلوا البرهة على إيش؟ على على مقدار يعني مصلحتهم على الواقع. أنا لا يجوز كإنسان مسلم أني أفصل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو قول الله عز وجل للشيء أنا بنظر فيه للدنيا. أنا بأخذ الحديث أو كلام الله كما هو كما هو بفسره كما هو. ما بقدر أني أنا أغير الكلام أو أحسبه بطريقتي. ما في عندي إمكانية. لكن أنا لا أستطيع أن أقول والله لما أقول أنه اقتربت أو دنت الزلازل أنه شو في معي 40 سنة أو 50 سنة أو 20 سنة. بقول اقتربت. أما مقدار القرب لا نعلمه، لأنه زي ما شفنا عند الله عز وجل البرهة والثانية واللحظة زي إيش؟ زي الزمن كله اللي إحنا عايشينه. ما في فرق عند الله عز وجل. إنما مصلحة ربانية من الله سبحانه وتعالى. شو بقول لك؟ بقول لك يا بني آدم إذا كنت فعلا عاقل بتقدر تشوف إنه ما في فرق بين الأزمنة. ما في فرق بين إيش؟ الأزمنة. المهم في الأزمنة إنك تكون على طاعة الله عز وجل. مش مهم الزمن نفسه. شو المهم؟ إنك أنت في الزمن تكون على طاعة الله. الله سبحانه وتعالى شو بقول؟ وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. يعني إذا أنت قادر تحسب شو هي لمحة البصر، بقول لك حتى لو قدرت تحسبها أو هي أقرب، الزمن كله عند الله عز وجل أقل من لمحة بصر. هل هذا على الحقيقة؟ يعني نجيب أي إنسان ونسأله عن عمره ويكون كبير 60 70 80 سنة ونجي نقول له يا فلان قديش عمرك؟ يقول لك 60، يقول لك 70، يقول لك 80. نجي نسأله طب كيف مرقوا؟ شو بقول لك؟ مثل لمح البصر. مزبوط ولا لا؟ ما بتعرف كيف مرقوا. امبارح كنت في الحارة، امبارح كنت ألعب جلال، امبارح دخلت المدرسة، امبارح تزوجت، امبارح جاني أول ولد، امبارح جاني أول حفيد. كلهم شو بقول عنهم؟ امبارح. يعني ما في فرق في الزمان. على الحقيقة لما أنت تنظر للماضي أنت بتصدق نفسك، ولكن العلة أنك أنت تنظر للمستقبل. لما تنظر للمستقبل شو بتصير؟ بتصير تسوف. شو بتقول؟ هو لسه في وقت، بقدر أسوي، بقدر أبني، بقدر أعمر، بقدر أزوج، بقدر أخذ قروض، بقدر أشتري سيارات، بقدر أعمل عمارات، بقدر أروح، بقدر أجي إمتى. لما تطلع إمتى؟ على المستقبل. في حين لو أنت بدك تكون صادق مع نفسك يا سيدي، بلاش تطلع على المستقبل لحاله وبلاش تطلع على الماضي لحاله. اعمل مقارنة، اعمل مقارنة. يعني قول أنا عندي تجربة في الماضي إنه الماضي شماله سريع، فما يضرني المستقبل إنه المستقبل شماله بطيء أو طويل. لا، المستقبل مثله مثل إيش؟ الماضي. مع إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي قرأناه من هلأ قبل شوي إنه يتقارب الزمان. شو معناه يتقارب الزمان؟ إنه كل مرة أنت تمشي فيك العمر اللي بتام مقارنة، يعني السنة الجديدة إذا أنت قارنتها فعليا مع سنة عتيقة شمالها أسرع أسرع، البركة اللي فيها أقل، البركة اللي في الزمان بتقل. عشان هيك شو بتسمع بتحس فيه إنه إيش؟ إنه أبطأ، إنه الزمن الماضي أبطأ. يعني هلأ لما تتفكر في الماضي بتقول والله يعني كان في بركة. في الحاضر اليوم شو بتمك تقول؟ كيف مرق الأسبوع؟ كيف مرق الشهر؟ كيف مرقت السنة؟ ما بتعرف، ما بتقدر تعرف. الزمن عماله بيمرق بشكل سريع. المهم إخواني، النقطة الأولانية اللي احنا بنتكلم فيها إنه الزلازل يعني من صفة آخر الزمن، والزلازل
خاصة من صفة الساعة، والرسول عليه الصلاة والسلام رتب لنا إياها بعد الخلافة. إذا أنا بدي أرتب شو بقول خلافة، بقول ساعة، شو بعدين بقول زلازل، بعدين شو بقول ساعة. من هيك بدي أرتب، بدي أحط الخلافة قبل الزلازل، وأحط الزلازل قبل إمتان؟ قبل الساعة. يعني الزلازل علامة الساعة، ولكن الزلازل تأتي بعد الخلافة. متى؟ ما بقدر أحدد، ما بقدر أحدد، لربما مباشرة لأنه دنات قد تفيد القرب، ولربما تأخذ زمن، لأنه زي ما إحنا بنعرف، زي ما إحنا بنعرف إنه بعد الخلافة في عنا على الأقل 40 سنة من الإيش؟ من الرخاء، زي ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يستوي إن أنا أفكر إنه يكون في رخاء وش يكون في زلازل وبلابل وأمور عظام. عشان هيك الحد الأدنى شو بدي أقول؟ إنه بعد الخلافة ب40 سنة، هاي الفترة شو مالها؟ تأتي ضمن إيش؟ اقتربت، تأتي ضمن اقتربت. فالقرب شو بكون بعد ال40 سنة؟ والله أعلم، نقول والله أعلم. بيجي للنقطة الثانية، هلا هو بقول هل تدل الزلازل والبراكين على قرب النجم؟ طيب النجم إخواني، النجم الثاقب، النجم الثاقب إخواني، يعني إحنا الأحاديث الصحيحة، الأحاديث الصحيحة تتكلم عن شيء اسمه إيش؟ الطارق، تتكلم عن شيء اسمه الطارق. ولكن عند النصارى، مش عندنا، عند النصارى يتكلموا عن إيش اسمه؟ النجم الثاقب أو النجم ذو الذنب، نجم ذو الذنب، على إنه هو إشارة إيش؟ عودة عيسى عليه الصلاة والسلام. ويقولوا إنه كان هناك نجم يشبهه عند ميلاده لعيسى عليه الصلاة والسلام، لما ولد عيسى، يعني كان في إشارة تأتي في السماء أعطاها نبي الله إشعياه لبني إسرائيل إنه سيظهر نجم في السماء في منطقة كذا، مواصفاته كذا وكذا، تدل على مولد عيسى. هم بيقولوا عند عودة تشوفين في شو شبيه. عندنا في الإسلام ما في حديث صحيح يمكن إيش نحن نرتكز عليه. في عندنا حديث آخر يتكلم عن الطارق، يتكلم عن الطارق. الطارق عندنا هي إشارة مين؟ إشارة الأعور. إشارة مين؟ إشارة الأعور. هلأ ضمنياً لما أقول إشارة الأعور بإمكاني أن أقول إشارة مين؟ إشارة عيسى. ليه؟ لأنه ديش الفرق بين الأعور وبين عيسى؟ 40 يوم، مزبوط ولا لا؟ خلينا أقول 39 يوم. ليش بقول 39 يوم؟ لأنه مكث الأعور قديش؟ 40 يوم. وسيدنا عيسى يأتي وفي اليوم الذي ينزل فيه يقتل الأعور، فبكون هذا نزول سيدنا عيسى إمتان؟ اليوم 40 للأعور، لأنه فيه يقتل. ففي 39 يوم ما بين الأعور وما بين سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فإن قلت إنه الطارق هي إشارة الأعور، أستطيع أن أقول إنه الطارق إشارة مين؟ إشارة عيسى. لأنه فين إخواني؟ فين عندنا الإشكال؟ الإشكال إنه الأعور أي نعم مكث 40 يوم، ولكن أول يوم كأديش؟ كسنة. واليوم الثاني كأديش؟ كشهر. واليوم الثالث كأديش؟ أسبوع. بعدين أي باقي أيام أيامنا. فهدول 39 يوم اللي قبل ما يجي المهدي شمالهم يكون طوال علينا. عشان هيك أنا ما بقدر إن أنا أعشم الناس إنه هذا الأعور شماله إشارة عيسى، هذا الأعور إشارة، هذا النجم أو الطارق إشارة عيسى، هذا الطارق إشارة مين؟ إشارة الأعور. أما الأعور نفسه إشارة مين؟ إشارة عيسى عليه الصلاة والسلام. فالترتيب إنه بكون في عندي طارق ولا أعلم ماهيته، وبعد الطارق شو بكون في عندي؟ الأعور. وبعد الأعور شو بكون في عندي؟ عيسى عليه الصلاة والسلام. هلا غير هيك بيجي للمهدي الرجل الصالح، كيف ترتيبه بيجي معهم؟ نعرف انه في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين عيسى والمهدي 5 أو 7 أو 9 سنين. يعني قبل عيسى قديش في عندي؟ اقلها شو بدي؟ بدي 5 سنين. شو بكون في عندي؟ المهدي. فالمهدي معناه امتى بيكون؟ بيكون قبل الطارق، مظبوط ولا لا؟ والمهدي بيكون قبل الدجال، والمهدي شو بيكون؟ قبل عيسى عليه الصلاة والسلام.
عشان هيك ما بقدر كمان اني اقول انه الطارق اشارة مين؟ اشارة للمهدي. ليه؟ لانه في عندي 5 سنين للاعور على الاقل، والطارق اشارة الاعور. يعني ابو هريرة لما سمع صوت وقالوا انه الطارق قد طرق، قام فزع وقال انه هو فكر ان الاعور ظهر. يعني هذا يدل على ايش؟ على التصاق الطارق في مين؟ بالاعور. التصاق الطارق بالاعور، بمعنى في عندي بالترتيب ترتيب الاشارات في عندي المهدي اقلها 5 سنين، بعدين شو بيجي عندي؟ الطارق، بعدين شو بيجي عندي؟ الاعور، بعدين شو بيجي عندي؟ الدجل. كمان شغل اخواني في العلامات، نعرف انه قبيل ظهور الاعور او بعد ظهور المهدي هناك 4 حروب، وهناك ايش؟ هناك 3 سنين جوع. خلينا نرتبهم ضمن الاشارات اللي احنا تكلمنا عنها، ضمن الاشارات اللي احنا تكلمنا عنها. اول شيء 4 حروب، اول حرب شو بنعرفها؟ مع الحجاز اللي هم السعوديه اليوم. ثاني حرب مع مين؟ مع فارس اللي هي ايران اليوم. ثالث حرب مع مين؟ مع الروم او بني الاصفر اللي هي اوروبا وامريكا. والحرب الرابعه مع مين؟ مع الدجال. تغزونا فارس فيفتح، تغزونا جزيره العرب فيفتحها الله، تغزونا فارس فيفتحها الله، تغزونا بني الاصفر فيفتحها الله، تغزونا الدجال فيفتحها الله. معناه الحرب الاخرانيه مع مين؟ مع الدجال. والدجال الحرب اللي راح تكون معه شو بتكون؟ عشان تكون الحرب مع الدجال لازم يكون مجتمع فيها مين؟ المهدي وعيسى مع الدجال بنفس الوقت. فبكون المهدي مجتمع مع عيسى، فالحرب الرابعة بكون مجتمع فيها عيسى والدجال، وبكون المهدي معهم. معناها الحروب الثلاثة اللي قبلها اللي هم هتكلمنا عنهم، الجزيرة العرب وفارس والبني الأصفر، هذه امتى بتكون؟ قبل مين؟ قبل الدجال. تمام، لانه اخر واحد الدجال. من اذا قبل الدجال شو معناه قبل مين كمان؟ قبل الطارق، لانه الطارق هو علامه الدجال. فمعناه من لحظه ظهور المهدي في عندنا 3 حروب، 3 حروب، بعدين في عندنا الطارق، بعدين في عندنا الاعور الدجال، بعدين في عندنا عيسى، بعدين في عندنا الحرب الرابعه. مضبوط ولا لا؟ في اخر الحروب اللي هي حرب الدجال، اللي يقتل فيها الدجال ويقتل فيها باقي المنافق، اللي هي الملحمة الكبرى الرابعة. فتح الدجال شو بتكون؟ هي الملحمة الكبرى. لما نقول الملحمة الكبرى شو معناه؟ عندنا ملاحم قبلها وعندنا ملاحم بعدها، ليش؟ ترتيب أو تصفية باقي الجيوب. وقبلها اللي احنا بنعيشه حاليا، يعني ما نحياه حاليا هو جزء من الملاحم، ولكن ليس الملحمة الكبرى. عشان هيك بقدر أقول إن الملحمة الكبرى أنت بتكون مع فتح الدجال، مع فتح الدجال. لنيجي لسنين الجوع الثلاثة، لأنه السنة الكبرى هي الحرب. نعم نعم. لنيجي لسنين الجوع الثلاثة، اللي في السنة الأولى السماء تمسك إيش والأرض تمسك إيش؟ طلت غلتها، والسنة الثانية تلتين، والسنة الثالثة إيش؟ كل غلتها الأرض والسماء. بالضبط، نعم اللي بنحكي عنه هينا، بنحكي عنه انا من... هذول 3 سنين. كما نعلم انه اول شيء هم بعد المهدي. طب احنا بنعرف، قلنا بعد المهدي بين المهدي وبين الاعور في عندنا 5 سنين او 7 سنين او 9 سنين. طب امتى طوالي مع المهدي؟ بعد المهدي اول سنه وثاني سنه وثالث سنه، ولا في النص، ولا في الاخر؟ المنطق تبعنا اللي احنا بنعرفه انه فتنه الدجال راح تكون انه بيجي معه جبل خبز وجبل ماء، وبكون في عنده يأمر السماء فتمطر ويأمر الارض فتنبت. ليش فتنه طيب بتكون؟ لانه ليش بتكون على ايش؟ على جهد كبير، عطش وجوع كبيرين عظيمين، اللي بدل على انه سنين الجوع الثلاثه انت بتكون مرتبطه فين؟ في فتره المهدي. اذا قلنا في 5 سنين بين المهدي وبين الاعور، من اول سنه وثاني سنه للمهدي شو مالهم؟ طبيعيات. الثالثه والرابعه والخامسه شو مالهم؟ هذول الجوع. اذا قلنا فتره المهدي 7 سنين، من اول سنه وثاني سنه وثالث سنه ورابع سنه شو مالهم؟ طبيعيات. وثلاث سنين الاخرانيات هم الجوع. فاخر 3 سنين
ما بين المهدي وبين الأعور هم اللي راح يكون فيهم الجوع. عشان هيك اللي بيسألني أدخر طعام، وفي ناس إخواني بتتشدد كتير في هذا الموضوع، ولما يتشددوا كتير معاي بقول له بدك تدخر طعام تدخر، يعني أنت حر، أنا ما بقدر أمنعك، لا يوجد شيء شرعي يمنعك من ادخار الطعام. إذا أنت خايف وبدك تدخر طعام تدخر، ولكن تدخر ما لا يفسد. وإذا ادخرت ما لا يفسد حسيت أنه ها طول، يعني استهلك منه وتدخر غيره، حتى أنه أنت ما تضيع جهدك وتعبك ومالك. أما فعليا الجوع أنت راح يكون بعد المهدي، يعني طالما أنه المهدي ما ظهر ما في داعي أن أنا أدخر الطعام، ما في داعي، لأنه الجوع فعليا بعد ظهور المهدي. فطول ما المهدي ما ظهر ما في حاجة لادخار الطعام. أما إذا ظهر المهدي وانت خفت على حالك، شو بتقدر تسوي؟ بتقدر تدخر، لأنه احنا بنحكي في 3 سنين من الجوع. معناه النجم الثاقب أو الطارق هذا إشارة لمين؟ للأعور، والله أعلم. هلأ هو يتكلم الذي سيهلك في عادة ثانية ومعه آية الدخان. طب إخواني عادة ثانية ما في عندنا ذكر شرعي مين هي عادة ثانية. إذا أنت حملتها إنه عادة ثانية هي أمريكا أو أوروبا بشكل عام، إذا أنت حملت هذا الموضوع إنه عادة ثانية هم هدول الدول، فهدول هلكتهم أنت راح تكون في الحرب الثالثة. فين تبدأ تكون؟ الحرب الثالثة، يعني بعد جزيرة العرب، بعد فارس، فين تيجي هلكة أو الحرب التي راح يهلك فيها مين؟ هذه الدول. إذا أنت مسميها عادة ثانية سميها عادة ثانية، إحنا ما في عندنا شيء شرعي يتكلم عنه. ومعه آية الدخان. هلا كمان إخواني، دخان ما في تفصيل شرعي، هل الطارق سيتسبب بدخان ولا لا؟ ما بنعرف، ولكن لربما إشارة الطارق هي نفسها إشارة الدخان، والله أعلم، ولربما شيء آخر، ولربما شيء آخر، والله أعلم. هلا بناء، يتكلم السائل، بناء على أن نتنياهو هو آخر ملوك اليهود، طب احنا شرعا من فين جبنا هذا الحكي؟ احنا ما بنعرف هذا الحكي، ولكن اخواني يعني نفس اليهود، انا اطلعت على الانترنت اليهود شو بيقولوا عن نتنياهو. في حاخام يهودي اسمه موشي فريدمان، وهو هذا حاخام سابق للطائفة اليهودية في النمسا، اسمه موشي فريدمان. هذا الحاخام شو بتكلم؟ شو بقول؟ بقول انه نتنياهو هو اخر ملوك اليهود، هو بقول. واحنا لما اليهود تتكلم احنا لا منصدقها ولا منكذبها، منقول والله اعلم. احنا شو بناخذ؟ بناخذ من قال الله وقال الرسول. عنا امارات، اشارات، علامات موجودة عنا في قال الله وقال الرسول، بناخذ فيها. هم بقولوا انه هو هذا اخر ملوك اليهود، احنا شو بنقول؟ احنا لا نعلم، ما في عنا علم يعني هو سيكون الاخر ولا لا. ولكن هم للعلم اخواني، يعني اليهود عندهم امارات واضحة ومكتوبة اكثر بكثير منا. اذكركم في حادثة فتح بيت المقدس لما فتحها عمر بن الخطاب، اللي جاء سوفرينيوس قبل ما يسلموا المفاتيح، شو قال له؟ قال له قبل ما اسلمك المفاتيح بدي اعد كم رقعه موجود في ثوبك، لانه مكتوب عنا انه اللي بده يسلم المفاتيح في ثوبه 16 او 17 رقعه، فانا بدي اتاكد من هذا الحكي. وعدهم لقاهم زي ما هو مكتوب عندهم وسلموا المفاتيح. هذه الحادثه شو بتدل؟ بتدل على انه هم اليهود والنصارى شو في عندهم علامات مكتوبه اكثر منا. احنا ايماننا بالله عز وجل ما بنحتاج العلامات ولا الامارات. هم ايمانهم بايش؟ بالنعم الدنيويه، بالامور الماديه، بالظاهر اكثر منا، واحنا لا ناخذ بهذا الامر. عشان هيك هم بيقولوا، مش احنا، هم بيقولوا انه نتنياهو هو اخر ملوك بني اسرائيل، والله اعلم. هلا ويقول او وانه كما قالت اليهوديه العراقيه بان حكم اليهود في فلسطين عمره 76 عام. يعني هو يتكلم ويقول انه اليهوديه، وهذه الدراسه اللي بنى عليها الشيخ بسام جرار الله يجزيه الخير، يعني نبوءته، او خلينا نقول دراسته، نبوءته، دراسته انه دوله بني اسرائيل
ستحكم 76 عام وستزولزا السنة عام 2022 بناء عليها على هذه النبوة. يعني هو مدخلها كأنه شيء من شرعنا. احنا نقول لا يوجد عندنا شرعا شيء يتكلم على انه دولة بني اسرائيل ستعيش 76 عام. ما نعلمه اخواني انه دولة بني اسرائيل يعني كان في ظهورين لدولة بني اسرائيل. ظهورين، الظهور الاول اللي بنسميه المملكة او مملكة اليهود الموحدة، مملكة اسرائيل الموحدة، واللي كانت من ابان يوشع بن نون داود وسليمان عليه الصلاة والسلام. وبعد ما موت سليمان يعني هدمت هذه المملكة اليهودية بالكامل على يد الحيثيين اللي كانوا في الشمال وعلى يد نبوخذ نصر اللي كان في العراق. وهذه الدولة كما يقول بني إسرائيل أنها امتدت ما بين سنة 1050 قبل الميلاد حتى سنة 930 قبل الميلاد. يعني اللي بيحسبها يعني تقريباً يعني 80 عام. وهناك من قال إنه هاي المملكة عاشت 100 عام، وهناك من يقول إنه هاي المملكة عاشت قديش 76 عام. يعني في خلافات في أقوالهم هم اليهود، يعني قالوا 76، قالوا 80، شو قالوا؟ قالوا 100. وكمان تكلموا عن محاولة لإقامة دولة يهودية اسم السلالة أو من عبر السلالة الحشمونائية أو الحشمونائيم. وهي الدولة كانت إبان أو بعد ما هم رجعوا من السبي البابلي وقبل أن يبدأ حكم الرومان للأرض المقدسة. وهم بيقولوا أنه هاي الدولة كانت ما بين سنة 142 قبل الميلاد وحتى 63 قبل الميلاد، يعني كمان إذا احنا حسبناها كمان 80 سنة. حسب أقوالهم واعتقاداتهم أن دولة بني إسرائيل ما مرأت وما نطت وما عاشت أكثر من 80 عام. هيك الاعتقاد. نعم، يعني نتنياهو بأحد خطاباته تكلم أنه دولة بني إسرائيل ما عمرت أكثر من 80 عام، وهو يأمل أنه هاي الدولة الحالية القائمة شمالها انها توصل المائة عام، يأمل ويتأمل. حاليا اذا تطلعوا على مقالاتهم في الصحف هم بيقولوا احنا في الحضيض، احنا في الهاوية، احنا اقتربنا من النهاية، احنا اقتربنا من النهاية. وهم لسه يعني ديش لهم 75 عام ما وصلوا 76 عام، والله اعلم اذا هم يكملوا 80 عام ولا لا. ولكن اخوان لما نتكلم عن نهاية دولة بني إسرائيل، النقطة المهمة إلنا شرعا، اللي بتهمنا شرعا مش التواريخ اللي يهمونا، شرعا النقطة الشرعية إنه القرآن الكريم بيّن إنه دولة بني إسرائيل يعني شمالها وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ستظهر ظهورين الأولاني ولتعلن علوا كبيرا. يعني هدول المرتين اللي فيهم علو ورفع علم اكيد دولة او المملكة اللي سموهم مملكة اسرائيل الموحدة من زمن يوشع بن نون سيدنا داود وسليمان، هذا اول واحد. الحشمونائيم لا نستطيع ان نعدها دولة لان هي محاولة لاقامة دولة مع صراعات مع مين؟ مع الروم، ما قدرت انها توقف ولا تقوم ولا ارتفع لها علم ولا ظهرت على الواقع، هي محاولة اقامة دولة. اما الاشي الاكيد انه من سنة 48 شو قاملهم؟ قاملهم دولة وارتفع علمهم كمان مرة على الارض المقدسة. يعني شرعا لازم نعرفه انه في علمين لدولة بني اسرائيل، والعلمين الاولاني نستطيع ان نحسبه على دولة سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام، والثاني على الدولة الحالية اللي موجودة. هذه النقطة الاولانية. النقطة الثانية المهمة لازم نفهمها انه إن زالت هذه الدولة، إن زالت هذه الدولة الثانية فلا رجعة ولا عودة ولا قائمة لها من جديد. الله سبحانه وتعالى قال فإذا جاء وعد أولاهما، بعدين شو قال؟ فإذا جاء وعد الآخرة، ما قال الثانية، يعني الثانية شو هي؟ الأخيرة. يعني زوال دولة بني إسرائيل الثاني لأي سبب من الأسباب
هو راح يكون الأخير. فنأكد لا يمكن أن تهزم بني إسرائيل، ولا يمكن أن تخرج بني إسرائيل من الأرض المقدسة ثم تعود، لا يمكن، مستحيل. فنأكد نقول إنه بقاء دولة بني إسرائيل شرعاً شو لازم يكون؟ لازم يكون قائم لحد مجيء المهدي وظهور الأعوار ونزول سيدنا عيسى وحدوث الملحمة الكبرى ومقتل الأعوار وانتهاء الدولة تبعت بني إسرائيل. فهيك موجود بالضبط. فهيك إخواني يعني إحنا اللي بدنا نكون عارفينه إنه إحنا هلا في مرحلة يعني قريبين من زوال دولة بني إسرائيل، ولكن يجب أن نعلم شرعا، يجب أن نعلم شرعا حتى لا نتأمل ثم ننتكس، حتى لا نتأمل ثم ننتكس إنه بني إسرائيل باقي على الأقل، على الأقل يعني لو ظهر المهدي غدا، لو بكرة ظهر المهدي وبيعناه بين الركن المقام، بين المهدي وبين الأعور لزوال دولة بني إسرائيل قديش في عنا؟ 5 سنين، 5 سنين. ولكن إن ظهر المهدي خلينا نقول بعد 2 سنين، ودعونا نقول إنه المهدي ما بين المهدي وبين الأعور 9 سنين، فش صار مجموعهم مع بعضيهم؟ 11 سنة. ففي عنا على الأقل، على الأقل هدول 5 سنين يجب أن أضعهم على الرف. شو لازم نسوي؟ نحطهم على الرف. طول ما المهدي لم يظهر شو فيه؟ في 5 سنين من العناء، من الكبد، من المعاناة، من القتل، من التجويع، من الحروب التي ستبقى، وسيبقى فيها الجهد قائم على دولة أو خلينا على أهل الأرض المقدسة، والظلم قائم عليهم هذول 5 سنين. ولسه شو في عنا بالإضافة لهذول 5 سنين؟ إيش الفترة حتى ظهور المهدي؟ بدك تضيف الفترة ظهور المهدي، ويجب أن تأخذ بالحسبان أنه لربما كان هناك 4 سنين زيادة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المهدي وعيسى 5 أو 7 أو 9، يعني فينا من 5 لـ9، يعني إذا احنا خدنا 5 في الحسبان قد يزيدوا يصيروا قديش بيزيدوا؟ يزيدوا 9. لأنه إخواني دعونا نقول إنه بني إسرائيل، دولة بني إسرائيل بمطها يعني لا زال في لهم فترة ظهور المهدي زائد 9 سنين. شايفين هاي الفترة كلها؟ هذه بنسميها فترة الخزي. فترة ايش؟ الخزي. يعني هم سيبقوا في خزي من لحظة منعهم لدخولنا المسجد لأيمتان؟ لحد ظهور الدجال. لأن الله سبحانه وتعالى جاء بكلمة الخزي والإساءة، جاء فيها إيمتان؟ يعني ربط الخزي بالإساءة، في أن الخزي ينتهي بالإساءة، والإساءة تبدأ وتنتهي بإيش؟ بالزوال. في أن نقول خزي فرصة، إساءة فرصة، شوفي عندنا زوال. هيك بدنا ناخذ ترتيب. أول إشي الخزي يبدأ بمنع دخول المساجد، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائف. لهم في الدنيا خز، بدأ الخز، وهذا الخز سيزداد ويتعاظم، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار شغلة ضرورية نأخذها بعين الاعتبار. كل ما زاد الخز زاد انتقام هؤلاء علينا. كل ما لصمات الأخزاهم تكبروا أكثر، وزاد ظلمهم، وزاد يعني مكرهم، وزاد اعتداءهم علينا أكثر وأكثر. فكل ما زاد خزيهم زاد الضغط علينا. عشان تبقوا عارفين، كنت حاضرين وجاهزين، يعني قد يمتد ما نراه الآن في غزة يمتد لفين؟ إلى الضفة، وقد يمتد إلى بيت المقدس، وقد يمتد إلى الداخل. كل ما ازداد الخزي ازداد الظلم. فلازم تكونوا عارفين هذه الشغلة، هذول مرتبطات واحدة بالتاني. كل ما ازداد الخزي ازداد الظلم. وازدياد الظلم ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه فرصة حتى يعود، ولكنه هذا شو بيسوي؟ بيستغل الفرصة في ايش؟ في الظلم. في قلوبهم مرض
فزادهم الله مرضا، يعني أعطاه فرصة، وكل ما كان يعطيه فرصة شو كان؟ كان يزداد ظلمه، فيزداد مرض قلبه. كنت بعرفهم متواليات. هلا هذا الخز سيستمر إمتان؟ حتى ظهور الدجال. ليش؟ لأن سبحانه وتعالى شو بقول؟ فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. يعني الإساءة، إساءة الوجوه ستبدأ إمتان؟ مع ظهور الدجال. لاحظوا إخوانا كمان يتوافق مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ربط لنا ثلاث حروب قبل الدجال، مزبوط ولا لا؟ الحرب الرابعة مع مين؟ مع الدجال. يعني التحرير وفتح بيت المقدس إمتى راح يكون؟ مع ظهور الدجال، مزبوط ولا لا؟ فظهور الدجال هو إشارة إساءة وجوههم في بيت المقدس. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه، يعني بدأت إساءة الوجوه أولا بمعرفتهم بإمكانيات الدجال إنه هي واهية وضعيفة وليست كما كانوا يحلموا ويتوقعوا. ثانيا بإيش؟ بدخول المهدي إلى هذه البلاد وبداية الملاحم أو الملحمة الكبرى وتعزيز الله عز وجل للمهدي بمين؟ بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، لتتم الإساءة وتكتمل بإيش؟ بقتل الدجال. وفي عنا خز ينتهي بإساءة، إساءة تنتهي بإيش؟ بقتل الدجال. هذه الإساءة إخواني التي تنتهي بقتل الدجال يسوء وجوها، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، هي ستكون نهاية دولة بني إسرائيل الثانية والأخيرة. ما في لهم عودة ولا أوبة ولا رجعة ولا قائمة ولا ذكر، يعني انشطبوا من صفحة التاريخ، انشطبوا من صفحة التاريخ كله، لن تكن لهم باقية ولا بأي حال من الأحوال. معناه يا إخوان هذا التصور اللي أنا حطيت لكم إياه وهذا الترتيب هو أنا ما أفهمه من قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. ودائما اتذكروا، حاولوا إنكم تبقوا مع قال الله وقال الرسول وما صح من قال الرسول، وما تذهبوا للأحاديث الضعيفة ولا تذهبوا لأقاويل بني إسرائيل، وإذا بدك تخدهم للاستئناس بعد إيش؟ بعد قال الله وقال الرسول. نكتفي بهذا المقدار إخواني، ما بقي وقت. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم رحماك بالبلاد، اللهم رحماك بالعباد، اللهم رحماك بالشيوخ الركع، اللهم رحماك بالأطفال الركع، اللهم رحماك بالبهائم الركع، اللهم رحماك بإخوتنا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وسندا وظهيرا، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم ظمأ فاسقهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مغلوبون فانصرهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه. الله يجزيكم خير، بارك الله لك وحفظكم. العلم عندنا غلبك، هدول تحطوا مع شقة ما بتعمل عشان أدخل أنا جوا. الله يجزيكم خير، سلام عليكم. لا إله إلا الله، وما شكنا به من أبدا وعدنا وقفينا به. تفضل عمي تفضل. لا لا لا
Gracias.